بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أبنائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقات مراجعة ليلة الامتحان في مادة الفيزياء. في بداية الحلقة المراجعة الثالثة بنرحب بالأستاذ الكبير المحبوب الأستاذ عزة سعد. أهلا بك أستاذ أحمد، أهلا أهلا أستاذ بك. عزة. إحنا بنراجع، خدنا حلقتين مراجعة، كل حلقة بنحط فيها اختبار بيلم موضوعات مختلفة عن الاختبار السابق، فاحنا عاوزين نراجع هذه الأسئلة، وهذه الأسئلة بنراجعها بناء عن تصور علمي للمتوقع جميع أجزاء المنهج، لكن ما حدش يقدر يتوقع حاجة معينة. ويوم الجمعة قبل الامتحان على طول في جريدة الأخبار قالوا خبر، النهاردة كان اللي هو يوم الجمعة اللي هو قبل الامتحان، قال الخبر ده ما حدش يصدق إن واحد عارف الامتحان. ده كلام دجل وكلام نصب وكلام لا يصح ولا يليق بمدرس فيزياء محترف يقول ان انا عارف الامتحان ووصلت للوضع الامتحان وجبت اسئله، والطالب عامل زي الغرقان. حرام ان واحد يلعب باعصابه في هذه الحكايه، ومكتوبه في جريده الاخبار الصفحه رقم 2 يوم الجمعه اللي صابح الامتحان. ايوه، يعني ده فيه مدرس اعلن انه يوم السبت الفجر هو الامتحان معاه. اهو ده بقى اكيد الاخبار عرفت الكلام ده ايوه وكتبت الكلام ده قبل بدايه الامتحان، واللي قال كده واحد قال فيزياء في بتوع الفيزياء. وطبعا احنا بننبه ان ده استحاله، واذا كان حد يعرف الامتحان ده استحاله نهائي اللجنه لوضع الامتحان، ناس كبار واساتذه كبار، واستحاله يسرب اي شيء، فدي تعب باعصاب الطلبه ولا يليق اطلاقا حتى بمدرس يقول كده. هذا كسب غير مشروع. الله ينور عليك، فعلا ده حرام فعلا. تمام. لان احنا مدرسين فيزياء مش منجمين، ما نعرفش الامتحان هيجي ازاي، وما ندعيش ان انا عرفت الاسئله. فلما نقول احنا بنراجع اسئله بنراجع بناء على منطق علمي، بحلل المنهج كله، شوف جميع الاجزاء بتاعه المنهج، بنشرحها بنوضحها للطالب، والطالب ذاكر. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الله لا يضيع اجر من احسن، مش من عمل، من احسن عمل، من احسن عمل، طالما اشتغل ربنا هيكافئه. اكيد ان شاء الله. نبدا النهارده في اختبار رقم 3. عاوز تعلق حاجة على ال لا، أنا عايز أقول حاجة. وأنت بتقدم الحلقة في كده أقولها كده، أنا أول كده مبسوط في وشك، اطمنت قوي إن شاء الله بجد. أنا إن شاء كده الله مات يكون ربنا خير. وشك، يعني الحمد لله في ثقة بشوش، وديت علامات من علامات الطلبة تحسها. يعني عايز الطلبة تحس في وجه المدرس بتاعه مدى ثقته في نفسه. إن شاء الله تمام. إن شاء الله. أما بالنسبة للي أنت قلته ده كله، هذا طبعا مشهور جدا بالذات على مستوى القاهرة. تمام. وهذا فعلا إشاعة كانت مالية البلد فعلا. تمام. وإحنا معروف طبعا من اللي هو قال طبعا كده، ولكن كويس إن أنت قلت الامتحان مفيش حد خالص نهائي. يعرفه. أمال إيه اللي إحنا بنينا عليه أسلوبنا وإحنا بنراجع؟ أسلوبنا المنطق الفيزيائي الصحيح، إن الورقة الامتحانية شيء معلوم لدينا، مواصفاتها، صفاتها، توزيع درجاتها. فإحنا بدأنا نشتغل على هذه مين بقى؟ التوزيعات. التوزيع. هذا هو التوقع السليم. أيوة كده، توقع علمي. بالظبط. فعيسهم يمشوا ورا توقعات مدرسة على الهوى، إن شاء الله. لأنها إن شاء الله هتبقى مفيدة جدا جدا ليهم إن شاء الله. تمام. حضرتك، إحنا حلينا قبل كده نموذجين، النموذج الأول والنموذج الثاني. تمام. وبعدين النموذج الثالث النهارده ده مهم جدا بقى. طبعا هنكمل بنفس الكيفيه وبنفس الطريقه. احنا بناخد السؤال طريقه اجابته وبناخد اللي حواليه، ايوه اللي بحيث حواليه لو الطالب استمع الينا جيدا، وطبعا القناه مشكوره سوف تزيح هذه الحلقات بالتتابع خلال طول النهار. ان شاء الله. هو ينام ويصحى يلاقي فيزياء، ان يعني شاء يا الله. ريته ينزلش يجري ورانا بره وضيع وقته ورانا بره، وقته وبيضيع ماله. والله العظيم اقسم بالله ما هتلاقي ورانا احسن من اللي انا بقوله حالا صح. دلوقتي. تمام. اول سؤال، السؤال الاول، اذكر تطبيقا واحدا لكل مما ياتي. ظاهره ميسنر. ظاهره ميسنر احنا قلناها مره بس بنكررها تاني لاهميه هذه الله يفتح الموضوعات في عليك، الله الامتحان، يفتح عليك. ظاهره ميسنر. والتكرار طبعا يعلم الشطار. الشطار. احنا بنحاول نجيب تمام. سؤال بكذا. ظاهره ميسنر ميسنر. تطبيق عليها عمل القطار الطائر. ايوه، هتبقى الاجابه فقط عمل القطار الطائر، وبيسموه القطار فائق فائق السرعة. السرعة. تمام. طيب حول هذه المنطقة بالذات، ما المقصود بظاهرة ميسنر؟
ظاهرة ميسر بسموها ظاهرة الرفع المغناطيسي. تمام. عند وضع مغناطيس تمام. فوق قرص من مادة فائقة التوصيل، يعني أنا بجيب المغناطيس وحطه كده نزله على مادة فائقة التوصيل، حيولد في المادة دي تيار مداوم يفضل الله. ماشي على طول الله. الله. يولد مجال مغناطيسي حسب قاعدة لينز اللي احنا درسناها، التيار يتولد يولد قطب أيوة. قريب مشابه للقطب اللي داخل تمام. فيتنافر معاه، يفضل المغناطيس معلق وطاير، يعني في تنافر بينه وبين القرص فائق التوصيل. طب هي افرض جه قال لي ما المقصود بظاهرة ميسنر، ورحت قايل له يبقى المغناطيس الدائم معلقا في الفضاء تمام. اذا وضع فوق قرص من مادة فائقة التوصيل. إجابة نموذجية أوضح كل كده؟ حاجة فيها تمام. طب تفسيرها إن المادة فائقة التوصيل بيتولد فيها تيار مداوم، حيجي طالب يقول لي في فرق بين التيار المداوم وبين التيار التأثيري. حلو جدا تمام. أقول له التيار المداوم ده سميناه مداوم ليه؟ مستمر على طول، علشان يستمر على الدوام بوجود المغناطيس. طول المغناطيس ما هو موجود يبقى في تيار جوه المادة فائقة التوصيل يجعلها تعمل كمادة مغناطيسية تديني مجال مغناطيسي يتنافر مع المجال الطبيعي كويس. فينعدم المجال داخل هذه المادة ويظل هذا المغناطيس معلق تحت أثير كم قوة وزن المغناطيس لتحت تمام، وقوة التنافر المغناطيسية الأعلى، وتبقى المحصلة والمحصلة يبقى متزن. يعني ايه المحصلة تبقى كام؟ أيوه. صفر. طيب أستاذ الفاضل الجميل، أنا سبحان الله يا أخي أبص في وشك كده أفهم بكلمك جد، ما أنا شيء بجملك ولا بجدلك، شايف في عينيك حاجات مهمة قوي، حكاية التعادل، حكاية الاتزان، أنا عندي كام اتزان في المنهج؟ أي اتزان الطالب يعرفه أي أكوي. قوة اتزان، اتزان بين حاجتين متساويين، مجال مغناطيسي يتزن مع مجال مغناطيسي يبقى المحصله صفر. اديني مثال زي ايه؟ زي انا لو جبت سلكين مستقيمين برافو ماشي فيهم تيار كهربي تمام، وقلت لك نقطه تيارهم في اتجاه واحد تمام، هيوجد نقطه اتزان، نقطه محصلتها تساوي صفر للمجال المغناطيسي، يبقى عند هذه النقطه بيون بتساوي بتو، الاثنين يساوي بعض بيساوي بعض، يبقى المحصله بتاعتهم متضادين وخط عملهما واحد يبقى المحصله صفر. يبقى اي اتزان بين حاجتين متساويين ومتضادين في الاتجاه، الله يفتح عليك. فكثافه الفيض لما تبقى بين السلكين محصله بتساوي صفر، يعني نقطه تعادل، يعني في اتزان بين المجال الاول ومجال الثاني. طب لو انا جبت سلك مستقيم مر فيه تيار، الله عليك، والسلك المستقيم محطوط في مجال مغناطيسي وعلى مجالك، والسلك افقي معناها ان وزنه لتحت بالظبط، اتزن السلك الله. احسب التيار اللي مر في سلك حتى يتزن مع مجال المؤثر عليه. الله يفتح عليك. يعني انت عايز تقول لي انا عليا ظاهره ميسنر، وعايز تقول لي كتاب المدرسه بتاعي فيه يبقى المغناطيس الدائم معلقا ويتزن تحت تاثير وزنه الاسفل وقوه المجال الاعلى، انت خدتها عملتها مساله قلت لي سلك بيحمل تيار يحمل تيار، هيقول لي السلك ده حاج احمد افق ولا راسي؟ لازم يكون السلك افقي عشان وزنه هيكون لاسفل. الله يفتح عليك. ويأثر عليه مجال مغناطيسي يأثر عليه بقوه بالظبط، تكون القوه لفين؟ لاعلى. طب القوه دي بنعرفها حسب قاعده هيتنوا فاكرين بص اهو فهمت لك ازاي، ادي الابهام لاعلى، ادي الابهام. طب يعني التيار هتمشيه لي يا كده يا كده أيوة. هيبقى المجال بتاعي دايما عمودي على السلك وللداخل يبقى هيحدد اتجاه قاعده فيلمنج لليد الايه اليسرى بالظبط كده، والقوه هي اتجاه الحركه يعني ماشي كده تمام. الله عليك وعلى جمالك. شفت انا قريت انا في عينيك ايه في كمان اتزان، قول لي عليه في الجلفانوميتر ينفعش اتزان ده؟ طبعا الجلفانوميتر بشيء عزم في عزم. الله، انت قلت لي القوه يضادها قوة تمام، مجال مغناطيسي يضاد مجال مغناطيسي، طب والعزم يتعادل مع قوة؟ العزم يساوي عزم، عزم ما يفل الحديد إلا الحديد، وإحنا عند في الرياضة عارف إن العزم اتجاه دوراني بالزبط. لازم يكون عزم مضاد بالظبط. فالجلفانومتر عندما يثبت عند تساوي العزمان، شكرا، مش تساوي عزم الإزدواج المغناطيسي مع القوة، لا، مع عزم اللي بالزبط. أو عزم الإيه الالتواء بالظبط، عزم الالتواء او عزم الازدواج مع عزم اللي الناشئ عن الشد في الملفات الزبركيه. طب ايه رايك عندك اتزان برضك بين تيارين
فين التيارين؟ تيار انا عندي بنوصل لحاله الاتزان لما يكون عندي وصله ثنائيه، والوصله الثنائيه حطيت البر والسلبه جنب المجابه وحصل اتزان. الاتزان عندما يتساوى تيار الانسياب مع تيار الانتشار، تمام، ويثبتوا الاثنين، التيار اللي رايح يساوي التيار اللي جاي بالزبط. ويحدث اتزان وتثبت. طيب تيار تيار الانتشار ده ناتج عن ايه؟ التيار الانتشار الناتج عن انتشار الالكترونات السالبه من البلوره السالبه تروح للبلوره الايه؟ الموجبه. ده بسبب تزاحم هذه الالكترونات بالزبط. في البلوره السالبه. اما تيار الانسياب جاي من البلوره الموجبه رايح للبلوره السالبه، ده بسبب ايه؟ بسبب فرق الجهد انه الداخلي الحاجز بسبب المجال الداخلي. تمام. في اتزان كمان. طبعا اتزان ديناميكي حراري. بس استنى بقى، كلمه اتزان اتزان ماشيه بقى، بس اتزان ديناميكي حراري عمرك ما هتعديها بسهوله. اتزان ديناميكي حراري في مين؟ في شبه الموصل انه النقي. النقي عند الله شبه الموصل النقي، كل ما نرفع درجة الحرارة تتكسر روابط. عندي عدد إلكترونات يساوي عدد الفجوات. بالزبط. كل ما نرفع لحد ما نيجي عند درجة حرارة معينة يثبت عدد بالزبط. الإلكترونات قد عدد الفجوات. بس كده بتبقى واقفة؟ لا، فيه ديناميكا. أيوة. فيه روابط بتتكسر وروابط بتلتئم. شكراً. والاتنين قد بعض. في كميات. طب اللي بترفع اللي حرارة. بتتكسر محتاجة طاقة حرارية. بالظبط. واللي التئمت بتديني بالزبط. طاقة حرارية، حصل اتزان حراري. تمام. وديناميكي نتيجة للحركة بتاعة الإلكترونات والفجوات. دي بعض الاتزانات اللي احنا بناخدها في الايه؟ على فكرة في كلها المنهج كلها بتاع. كلها فاضل فيها اتزان واحد فقط. حدث اتزان بين كثافتي الفيض خارج السلكين. ما هو ممكن كثافة الفيض السلكين داخلهم او خارجهم. ادي كلهم ولا تدور ولا تفتش. ده الاتزان. خليك مع مدرسة على الهواء، اوعى تغمض. احنا بناخد نقطة ونشرح من اهو. ده يا اخوانا بقى مراجعة المحترفين. مراجعة بلمينا كل حاجة هتشوف، وهنشوف النقط اللي جاية وهنشوف بعدها يا ريس. الحس المتبادل بين ملفين. الله، ايه تطبيق على الحس المتبادل بين ملفين؟ يبقى جهاز لازم فيه ملفين. اكيد. ايه اللي فيه ملفين؟ انا نعرفه. المحول الكهربي. المحول الكهربي. تمام. تطبيق على الحس المتبادل. تمام. معادلة دي براولي. طبعا. معادلة دي براولي. ده دي براولي حط معادلة للطول الموج المرافق لجسيم متحرك. أي جسيم متحرك، إلكترون أو أيا كان الجسيم متحرك، ترافقه موجة. تمام. فمعادلة دي براولي لامدا بيساوي اتش اللي هو سابيرانك على كمية التحرك اللي هي الكتلة. على بي ال. كويس. يعني اتش على ام في. ويخلي باله هنا في علاقة وعرفنا عكسية. لو تمام. كان إلكترون متحرك يبقى ليه طول موج يرافقه. تمام. طب استفدنا من إيه إن الإلكترون ماشي ترافقه موجة؟ ان انا ممكن استخدمه في رؤيه الاجسام الدقيقه. يعني عمل ميكروسكوب. الميكروسكوب الالكتروني. يبقى ميكروسكوب الكتروني. يبقى التطبيق يبقى هو عمل الميكروسكوب الالكتروني. طب ما عندك ميكروسكوب ضوئي، ليه جبت ميكروسكوب الكتروني؟ ما هو الضوئي ما شغال بالضوء. ليه؟ والضوء طول الموج كبير. ما قدرش يوريني الفيروسات. هل انا ممكن اغير طول الموج للضوء؟ لا لا لا. خلاص مش هينفع. شرط التكبير ان يكون طول الجسم اكبر من اللمضه المستخدمه. بالظبط. مستخدمه. الضوء استخدامه طول الموج من 4000 تقريبا انجستروم لحد 7000 انجستروم وشويه. فانا عندي فيروس طوله اقل من ال 4000. اقل من ال 4000. 1000 انجستروم. ما اعرفش اشوفه بالميكروسكوب الضوئي. للضوء مش هشوفه بالميكروسكوب الضوئي. امال مين يشوفه؟ الالكتروني. ليه؟ عشان هقدر ازود سرعه الالكترونات فيقل طول الموج المصاحب ليها. يبقى اقل من طول الفيروس فيتحقق شرط الرؤيه. لكن في الضوء ما اقدرش اتحكم، لكن في الالكترونات ممكن نتحكم عشان بيحمل شحنه. اتحكم في السرعه. بيحمل شحنه. اتحكم في السرعه ازاي؟ عن طريق زياده السرعه، عن طريق زياده الجهد. تمام. يعجل الالكترون يقول يعجل بالزبط. لكن الضوء لا يمكن تعجيله لانه غير مشحون. تمام. عزم الازدواج. ايه تطبيق على عزم الازدواج؟ عزم الازدواج في المنهج عليه تطبيقين. بالظبط. أجل فنمتر ذو الملف المتحرك والمحرك الكهربي والموتور اللي هو المحرك الكهربي. تمام. الاثنين مبنيين على العزم. بس في فرق بين الاثنين، ده بيدور وده بيدور. تمام. ولكن الموتور بيستمر في الدوران، ما فيش حاجه بتعوقه. تمام. اما في الجلفانومتر لا، فيه ناس بتحوشه تمنعه من الدوران دوره كامله. اللي هي الملفات الزنبركية. الملفات الزنبركية بتعمل عزم لي عشان يثبت الملف. يعني انت قصدك تقول لي ان عزم الازدواج في الجلفانومتر بشروط،
وعزم الازدواج في المحرك بشروط تانية. تمام. في الجلفانوميتر ملف ينتهي طرفاه بزوج من الملفات الزنبروكية للحد من دوران ودورة كاملة. أما في المحرك ينتهي طرفاه باسطوانة مشقوقة إلى نصفين معزولين عزل تام، فده تعكس اتجاه التيار في كل نصف دورة في الأضلاع كي يدور في اتجاه ثابت ويدور باستمرار. يدور باستمرار. تمام. لكن هنا على فكرة مستر أحمد هكتب عزم الإزدواج بس عزم الإزدواج أي واحد فيهم أخذ أي واحد فيهم. تمام. توصيل المقاومات على التوازي. على التوازي. تطبيق عليها ايه بنستفاد؟ توصيل لكذا الكهربيه في المنازل. في المنازل. او المصابيح في المنازل. او في المصابيح في المنازل. تمام. ايه رايك ماذا يحدث للمبات التنجستاين المتصله في البيوت على المنازل لو احنا ازلنا واحده فيه؟ لو شلت واحده منهم لا يحدث شيء لان فرق جهد المنزل 220 فولت. تمام. ومقاومه المصباح واحد يبقى لا يحدث تغيير لاضاءه. هو بقول لك ماذا يحدث لاضاءه مش للتيار في المنزل، لاضاءه المصباح. يبقى اضاءه المصباح لا تتاثر. لكن طبعا الطاقه الكهربيه المسحوبه طبعا هتتغير. ما انا لما اشغل كل ولذلك كل ناس لما جه سؤال الناس الله ده مش هتغير حاجه، هيتغير حاجات بس بقول لك ماذا يحدث لاضاءه المصباح. اضاءه المصباح تظل ثابته. واسم انت وضحت لنا دي. تمام. حوامل العقيق في الجلفانومتر يعني ايه تطبيق لها دي؟ اللي هي تمنع حدوث الاحتكاك. يعني بتقلل الاحتكاك. بالظبط. علشان كونها بيقل الاحتكاك ده تؤدي اليه عشان الملف يدور بسهولة. ليه؟ هي العزم ضعيف طبعا. طبعا ضعيف جدا لانه تيار بيقيس تيارات ضعيفه. مزبوط. فلازم يبقى حوامل العقيق عشان ما يقلل الاحتكاك يقوم باي قوه صغيره تحرك. على فكره بقى احنا قصدنا من السؤال ده عشان يكمل الاجابه ايوه انه تقليل الاحتكاك فيسهل الجلفانوميتر قياس اضعف التيارات لانه حساس لتيارات صغيره. بالظبط. طب والتيارات الصغيره مش هتعمل عزم كبير، يبقى عزم صغير، يبقى لو في احتكاك العزم ده مش هيدور الملف. الله يفتح عليك. طيب قاعده حركه عقارب الساعه. تمام. قاعده حركه عقارب الساعة. تطبيق عليها ايه؟ تحديد او معرفة قطبية الملف اللولبي او الملف الدائري عندما يمر بتاعه. عندما مر او تحديد اتجاه المجال. بالظبط. لملف لولبي. طيب. قاعدة لينز. قلناها كتير قوي. ده قاعدة لينز استخدمت كتيرة تطبيق عليها قاعدة لينز. تحديد اتجاه التيار المستحس المتولد في ملف. في ملف. بدائرة مغلقة. ايوة. يقطعوا مجال مغناطيسي المتغير. لان تيار يبقى لازم دائرة مغلقة. تمام. طيب. الفتيلة في أنبوبة. خد الأول الأسطوانة. الأسطوانة المعدنية المشكوكة في المحرك الكهربي. مهم أوي بقى دي الأسطوانة. الأسطوانة المعدنية المشكوكة في المحرك لها دور مهم جدا. المشكوكة قول يا باشا. في المحرك. في المحرك الكهربي وعايزك تضيف لي كمان في المولد. الأسطوانة موجودة في المحرك المشكوكة إلى نصفين وفي الدينامو. بالظبط. المحرك فايدتها إيه؟ إنها بتخلي التيار اللي مار في الدايرة الخارجية مش في اتجاه واحد ويعكس ديه في الملف بحيث يكون اتجاه دوران الملف في اتجاه واحد. بالظبط. طب هراك لو انا قلت له تعكس اتجاه التيار قل في اضلاع الملف كل نصف دورة فيستمر الدوران في نفس الاتجاه. شكرا. اي تجعله يدور في اتجاه ثابت. طب خش على الدينامو. لا حلو قوي في الدينامو على فكره. في الدينامو نصفي اسطوانه. بالزبط. دورهم ايه هنا بقى؟ ده دورهم حلو قوي. على فكره نصفي الاسطوانه في الدينامو في المحرك خلي بالك من حاجه حاجه احنا ما بيلفوا. لو واقفين ما يعملوش العمل ده. حلو هندي الحته دي. دي الحته دي شايفها في عينيك انا بقى. ايوه لو لف لو وقفوا فهمش فايده. ما لهمش لازمه بقى. لكن السؤال على قد اجابته على قد السؤال. توحيد اتجاه التيار في الدائره الخارجيه فقط. يعني نصفي الاسطوانه في الدينامو بتخلي التيار الناتج من الدينامو في الدائره الخارجيه ماشي في اتجاه واحد. بالظبط. طب افرض الدينامو ده نصفي الاسطوانه في الموتور ثبتتهم او نصفي الاسطوانه في الدينامو ثبتتهم وخليت المغناطيس هو اللي بيدور. لا بص اولا في حاله المحرك يتذبذب يمينا ويسارا ولا يدور كما هو معتاد. مش هيدور. تمام. لكن هيتحرك. بالظبط. ينفع نسميها يتذبذب يمينا ويسارا حوالين حوالي اتجاهين كما هو معتاد. خلي بالك علقوا لنا على حاجه
قالوا انت قلت ويعاني من القصور الذاتي. اه طبعا. لان هيدور ويرجع كده. بالظبط. يدور مش قادر يكمل. يحافظ على حالته. على حالته. فانا رديت وقلت لهم يا جماعة القصور الذاتي هو مين؟ تعريفه هيبان يعاني من القصور الذاتي ولا يدور كما هو معتاد. اما لو كان مولد. في المولد بقى. نحصل على تيار متردد كما هو في الدار الخارجية. كتير سألونا من الطلبة وكتير سألوا فيها من الأساتذة. وماله؟ إن نصفي الأسطوانة محطوطين بين قطبي مغناطيس. طب نصفي الأسطوانة ثابتين والفرشتين ثابتين، أكن المغناطيس هو اللي بيلف. خلاص حصل تغير في الفيض بيزيد ويقل. بالزبط. يديني تيار متردد. تمام. والتيار المتردد حسب وضع الملف في البداية. قال لك مستوى الملف كان موازي يبقى يبدأ من القيمة العظمى. طبعا. كان عمودي خلاص يبدا تيار متردد عادي. تمام. وضحنا دي بالذات. تمام. عشان الحته دي لو احنا وضحنا في حلب كده برضو وضحنا دي. طيب خش بقى على ب ب ماشي. ماشي. اولا ماذا يحدث عند توصيل القاعده في الترانزستور بجهد موجب؟ انهي ترانزستور المعتاد بتاعنا؟ ان بي ان. ما عندناش غيره. هو ما رسم ان بي ان. ما عندناش غيره. ما عندناش غير. هو الراجل قال صريح في كتاب المدرسه قال لدينا نوعان ان بي ان وبي ان بي. هنا النوع اللي ساكت يبقى ان بي ان. مش هنشغل بالنا. وصلت القاعده بجهد موجب. الله ده القاعده ان بي ان يعني القاعده موجبه. وصلتها بقطب موجب. ايه اللي يحدث؟ لا انا هنا بقى انت قلت لي جهد موجب وسكت. يبقى انت بي تحرجني. سبت قلت لك موجب لا صغير ولا كبير. لا انا اقول لك بقى اقول الاثنين. اذا وصلت بجهد موجب صغير يعمل كمفتاح في الوضع اوف. يعني عدم مرور تيار اوف اي لا يوصل التيار. كويس. السبب لان المقاومه بين المجمع والبعث ما لا نهايه. كويس. ليك انت حاجه عندي؟ لا خش بقى. اذا وصل بجهد موجب عالي. عالي. مفتاح في الوضع اون. يعني يوصل التيار. يوصل. وتبقى المقاومه بين المجمع بين القاعده والبعث صغيره جدا. صغيره جدا. طب عند ماذا يحدث عند سقوط فوتون؟ خليها عند مرور أشعة إكس على غاز. ناخد التانية. عند مرور أشعة إكس على غاز. أنا عندي غاز والغاز عازل كهربيا. تمام. مررت عليه أشعة إكس. على فكرة وأنا قاعد قدامك الحلقة اللي فاتت غشيت منك حاجة وأنا لسه فاكرها. قلت من خصائص أشعة إكس طولها الموج قصير طاقتها كبيره لها قدره عاليه على التأين. هو السؤال ده بقى. يبقى هنا لو سقط اشعه اكس على غاز. أيوه. هيتأين الغاز. بالزبط. ويصبح موصل. هتكسب جزيئات الغاز طاقه. أيوه. عاليه تصير التصادمات الحادثه عنيفه ومن ثم يتأين هذا الغاز وتنهار المقاومه النوعيه ويصبح موصل. ويصبح موصل للتيار الكهربائي. الله يفتح عليك يا اخي. طب مرور ضوء ابيض على بخار عنصر الصوديوم. نبي الله يرضيك. بص استنى بقى. استنى. دي. لا استنى بس اصلنا بقى ايه. خلي بالك عنده صداع ورايح اللجنه بقى عنده صداع جامد. هو انا هحفظ الالوان؟ لا انا مش هحفظ الالوان. طب انت افهم. طب انت قلت له صوديوم. انا قلت ضوء ابيض على بخار صوديوم. تفرق معايا؟ لا انا بخار الصوديوم ده عنصر. والعنصر بشع ضوء خاص به هو. سقط عليه ضوء ابيض. الضوء الابيض لما يسقط على بخار الصوديوم يمتص منه الضوء الخاص به بس. يديني طيف امتصاص. أيوة. لبخار. أيوة. الصوديوم. أيوة. وطيف الامتصاص هيطلع خطوط ايه؟ معتمة. على خلفية مضيئة. يعني نقدر نقول لك نقدر نقول يختفي الطول الموجي المميز. ايوه لمين؟ لمين؟ للصوديوم. لبخار الصوديوم. من الضوء الابيض. ويحل محله خط معتم. يظهر خط يعرف بطيف امتصاص خطي للصوديوم. للصوديوم. ينفع كلامي كده؟ كويس جدا. سيبني نقولها تاني والنبي. يختفي الطول الموجي المميز. أيوة. لبخار الصوديوم من الضوء الابيض ويحل محله خط معتم. او خطين. هو صوديوم ليه خطين. او خطوط. او يحل محله خطوط معتمة. معتمة. تمام. كيف. يعرف بطيف الامتصاص لبخار الصوديوم. لبخار الصوديوم. طب استنى بقى. انا مطالب باللون؟ لا. انا ما احفظش اطوال الموجيه بتاعه الصوديوم في اللون الاصفر في اللون الاخضر. لا. يعني نفس الكلام لو قال لي النيون لو قال لي اي حاجه. اي بس. حاجه. الله يفتح عليك. طيب ماذا يحدث برضو عند سقوط فوتون من فوتونات اشعه اكس على الكترون حر؟ ماشي. يعني فوتون اكس يعني فوتون طاقته عاليه. سقط على الكترون حر. من فوتونات اكس على الكترون حر. انت متفكرني بحاجه حلوه قوي. ايوه. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟
ده اتشينيوم، يعني فوتون اشعه اكس طاقته ساقط. كبيره، اتش تمام. نيون ده فوتون ساقط، ده وده الكترون. الكترون حر. ايه الكلام ده؟ كان كله الازرق ده قبل التصادم. خش في الاحمر بقى، حصل ايه؟ حصل جالي فوتون جديد وتشتت، وجالي الكترون مشتت. هنا في يا استاذي فوتون مشتت، وهنا الكترون مشتت. انا شاطر كده كويس. ايه بقى اللي حصل؟ قل طاقه الفوتون. فوتون طاقته قلت بالظبط، يقل تردده. كويس. هتقل كميه تحركه، هتقل سرعته. تقل سرعته، وبعدين يزيد طول الموجي. بس السرعه تاني ثابته. سرعه ثابته. يبقى في عندنا خمس ست نقط بالظبط بين الفوتون الساقط والفوتون المشتت. بالظبط. الفوتون الساقط طاقته اعلى، طاقته تمام، تردده اعلى، طول الموجي اقل، طب كتلته، سرعته، سرعته ثابته، كتلته، كتلته اكبر، الكتلة سقطت اكبر، أكبر. كميه تحركه، لا كميه تحركه اكبر برضه. بس ادي الست تمام. نقط، يجيبهم اختيار من متعدد، يجيبهم باي وضع دول عرفناه. والالكترون ايضا، والالكترون حصل له ايه؟ سرعته تزيد، زاد سرعته، كميه تحركه تزيد، طاقته، الله، طاقته زاد. تزيد طبعا، عشان طب. هو كان ساكن وفقا لقانون بقاء الطاقه. ايوه، اكتساب الكترون طاقه على حساب، واكتساب الكترون كميه تحرك على حساب الفوتون المشتت. يعني الفوتون له كتله ويعني له طاقه ولو كميه تحرك. اذن الفوتون له طبيعه جسيميه، ليه طبيعه ماديه او جسيميه، والضوء عباره عن فوتونات، يبقى الضوء له طبيعه له جسيميه، طبيعه ماديه جسيميه، مش كده؟ صح. واصلا تمام. الضوء له طبيعه ايه؟ طبيعه موجيه طبيعي، يبقى الضوء له طبيعه مزدوجه. يبقى حلو فيه يا طبيعه عم، مزدوجه. الله يفتح عليك. طب مرور اشعه اكس تاني بس خلال بلورة من أيوة مادة صلبة، تمام، يعني أشعة إكس مرت خلال بلورة. البلورات دي لها شكل هندسي، ذرات مرتبة في شكل هندسي، تمام، تمام، مسافات بينية ثابتة، تمام. فلما تمر أشعة إكس، مرور خلال أشعة إكس خلال بلورة من مادة صلبة، ماذا بلورة يحدث؟ أنا راح أتشتت، شتت الأشعة، راح أحيد، ويحصل لها حيود. حيود. يعني انا هقول لك، لان طول الموجه لها قصير، ايوه، يبقى المسافات بين الذرات تعمل كفتحات، ايوه، تحيد من خلالها مين؟ تحيد من خلالها الاشعه اكس، ويدي تستخدم في دراسه التركيب البلوري، للجوامد، للجوامد، المواد البلوريه. تمام. طب كويس. اكتب العلاقه الفيزيائيه المستخدمة، ثانيا اللي هو ثانيا في ثانيا في ب، تمام، اكتب العلاقة الفيزيائية المستخدمة في حساب كل من، واكتب وحدة كمان المستخدمة في القياس. انا عاوز العلاقة لحساب معامل الحس الذاتي لملف، اكتب لنا القانون. استنى بقى، انا بحب قانون قوي، بس هكتبهم الاثنين. اكتب كل لو انا كتبت ال ميو ان تربيع ايه على ال سمول، ده علاقة لحساب معامل الحس او كتبت لك اي ام اف سالب ال دلتا على دلتا تي، ينفع العلاقتين الاثنين صحيحة؟ انت حسبت لي علاقة لحساب معامل الحس، اي قانون من الاثنين صح؟ بس انت ما قلت لي الشاطر. ليه بقى؟ لا انا شاطر. انت قلت الاثنين يبقى شاطر. لا انا شاطر، لان الاولاني كله هيقوله، الثاني للمميز بقى. لا. ان يجيب معامل الحس من العوامل اللي توقف على معامل الحس. انا شاطر بقى، حطيت السالب عشان بكتب عشان قانون السالب. قانون لازم سالب طبعا، اوعى تنسوه. لا السالب ده طبعا مهم، لازم لما اقعد اكتب اي قانون في الحس، هوبا لازم السالب. حاج احمد انت بقى اللي معلمني وقرص ودني، قلت لي لو كتبت اي ام اف بتساوي ال دلتا على دلتا تي، انا مش هديك الدرجه. لا هنا غلط، قانون غلط. لما تيجي تحله وتطلع الناتج مش مشكله، بالظبط، لكن وانا بكتب كل لازم القانون لازم، تمام، بس الوحده قياس معامل الوقت. الحس ممكن هنري، هنري وحاجات كمان، فولت في ثانيه على الامبير، فولت في ثانيه على الامبير، اوم في ثانيه، اوم في ثانيه، تمام. طيب مقاومه مجزئ التيار للاميتر، عاوز علاقه نحسب بيها مقاومه مجزئ علاقة التيار، واحدة فقط فقط، اللي هو ار اس اي جي، ار جي، ممكن اعملها في جي او في جي على اي ناقص اي جي، شكرا. دي العلاقه الوحيده لحساب دي، بالظبط. طب انت بقول لي وحده القياس اوم، مش مجزئ، وممكن كمان فولت على امبير، خلاص اوم وحده المشتقه الاوم كلها، وممكن نجيب لك اي بقى وحدات تانية، اي وحدات تانية للاوم، تمام. طيب انا عاوز المقاومه المكافئه لمقاومات موصله على التوازي، العلاقه اللي تحسب منها المقاومات واحد على ار توتال، ايوه،
واحد على ار 1 زائد واحد على ار 2 زائد واحد على ار 3 الى وهكذا، والثالثه ثابته. دي العلاقه اللي تطلع المقاومه اللي عده مقاومات على التوازي. طب وحده قياس المقاومه في الحاله دي عايز نغلط المقاومه المكافئه ولا عايز نغلط ولا عايز نغلط صح؟ انت قلت واحد على ار، لكن عاوز المقاومه المكافئه وحدتها ايه؟ اوم. اوم انت عارف ما تبقاش واحد على اوم. لا ايوه، لان دي مقاومه مكافاه، عشان انا بعد ما بجيبها بقلبها. بقلبها صح، تمام. يبقى نكتب اوم، ما اكتبش اوم سالب واحد بس. احنا بنركز على الحته دي. في عندنا بوابات. بوابه حلوه قوي البوابه دي. جدول التحقيق الاتي لعده بوابات اكس واي زد، عاوزين نرسمه اكس واي زد، ثلاث بوابات هنرسمهم ونشوف نوع كل بوابة إكس واي وزد، من عرفهم من جدول التحقيق. كويس، مع معاليك أنا إكس واي التالتة زد. طيب شوف الدخل بتاعهم. بص يا ريس، أيوة، وأنا ببص كده قدامي حسيت كده من الرسمة اللي قدامي دي كده على فكرة إن أنا ما عنديش خالص التلاتة دول، مفهومش نط خالص. مفيش نط ليه؟ عشان انت داخلين. لها داخلين كل بوابة من دول لها اتنين داخل، يبقى لا يمكن يكون فيهم البوابة نط، لان لها مدخل واحد فقط. تمام. اما البوابة اكس واي لها اكثر من مدخلين، مدخلين او اكثر، اتنين تلاتة وهكذا. انت هتطلع الترة في النص بس في بوابة نط الخارج بتاعها هو داخل للبوابة. تمام. الاكس والواي. ايوه. ادي الرسم، ونحط A و B علشان نبقى عارفينها، ونرسم جدول التحقيق. ادي A، ادي ال A وادي ال B، نحط جدول الحقيقه عشان خاطري. عشان خاطري هتسيبني كده اعك شويه. طيب سيبني اعك شويه، نرسم جدول التحقيق الاول ولا هتعمل له؟ طبعا نرسمه طبعا، وانا اعرف اجاوب من غيره. جدول التحقيق هو بقى اللي هيحقق لنا ايه نوع البوابات دي. وخلي بالك بقى ان هتسمحوا له كلكم اشتغل بقى كاني ايه، انا طالب بقى. انا طالب مانش مدرس. زيرو زيرو واحد زيرو واحد زيرو واحد زيرو زيرو واحد واحد. كويس، نشوف الخارج. الخارج هو مديني الخارج. الخارج زيرو اوت بوت اهو، عطولي بقى زيرو واحد واحد زيرو. كويس، احنا بقى عاوزين نعرف نوعات البوابات دي بالزبط. من خلال الجدول انا هشتغل بقى كاني طالب بالظبط. كويس، انت عارف دي بوابه نط ودي بوابه نط. النط دي بتعكس اللي داخلها، بتعكسه بالظبط. دخلها زيرو يطلع 1، دخلها 1 يطلع زيرو. انت عارف هنا بقى في خط اللي انت عامله قطع المحور ده، ساعات الناس هو كده صح. صح. في ناس يعملوا كوبري كده، مش فارق. الاثنين صح. الاثنين صح. مش عاوز طالب يشغل نفسه بالحته دي، ازاي تقول لك لازم يعمل كده؟ لا، موجوده في المراجع الاثنين. تمام. طيب هنا بقى البوابه نط بيجي لها من الـ A أو B، يعني A بيغذي الاثنين. تمام. نمسك A 0 B 0. بس أنت قلتليش أنت شاطر. رسمت الرسمة لسه ما عملتش حاجة، هنديك شاطر. قلتليش أنت شاطر. طب بص والنبي هات له الصورة تاني، هتحس إن أنا شاطر. سايب حتة فاضية في النص. أنت سبت الجدول فاضي في النص عشان تحط فيه خارج البوابات. وبعدين هنا بقى كده المخرجين بتوعنا حاكميني بالبتاع ورقتي دي كانت واسعه. هنوسع هنوسع، وعلى فكره وهنقله بالقلم الرصاص الاول عشان نشوف ايه نعمل بالظبط. فهمتني؟ يبقى انا كطالب بقى انت بتقولت نبدا الاول نوسع حته عشان نعمل الخارج بتاع كل بوابه على حده ونشوف الخارج الكل. بالظبط. وانت اللي علمتني كده، وانت بقيت تشرحها في كده الاول في الشرح الاول، في الشرح الاولاني ده تماما. كنت حاضر قدامك، وكنت انا قاعد وكنت كمان فاكر انك بتقول لي سمي الخارج ده ام، فاكر؟ وسمي الخارج ده ام، يعني خارج كل واحده لوحدها نحسبه. بالظبط. كويس، تمام. الخارج ده والخارج ده، الخارج ده بتاع اكس والخارج ده بتاع ان، بتاع اكس واي دخلوا الاثنين للزد. دخلوا الاثنين للزد. كويس، يبقى خارج الام والان دول دخل مين؟ دخل الزد. انت ما مدينا خارج مين؟ خارج النهائي. صح، النهائي اللي هو الزد. يبقى الاوت ده اللي انت عطيه لي بقى الاوت. طيب انا هقول لك احتمال، قول لي صح ولا غلط. طب كويس، انت عارف الصفر والواحد والواحد والصفر دولت مش لازمه بالنسبه لي. انا عاوز اخد الزيرو والزيرو بس. أيوة. انت قلت واحد، انت قلت واحد والزيرو والزيرو واحد مش هيفيدوني. صح. طيب
لا بقى انا فاكرك مره من المرات قبل كده قايل الواحد الزور هم اللي بيفيدوه حسب البوابات الموجوده. ايوه كده يا اخي مش تفكرني بقى حسب البوابات اللي بتاعتنا. يعني لما تلاقي واحده نط داخله على اتنين شكرا الزور الواحد ملوش لازمه خالص. اصل خلي بالك ما في ناس تقول له امسك ورقه وقلم وجرب. انا مش هقعد اجرب طول، لا هاخد وقت طويل، مش هجرب سريع. طول بقى الامتحان 0011 هم هيحسموا القضيه بسهوله. شكرا تمام. يبقى انا اصبح ال1 وال0 وال0 دولت انا سيبهم دلوقتي مستبعدهم. تمام ناخد 00 هناخد 00 بقى. طيب اول خارج 0 صح؟ اه 0 دخل A0 دخلت على X0. لا انا يعني انا قصدي الاوت بوت الاول الخارج النهائي 0 الخارج النهائي 0 كويس. طب الزيرو ده ممكن يكون الدخل 0 0 0 وهي اور، ممكن يكون اور و0 0 وان يكون 0 0. تمام ما تحسمش لسه، نحسمها بقى بالايه. بشوف بقى الحلاوه انه محتاج برضك الاخير 0 وزيرك على فكره دي مستويات عليا. الاثنين 0 الاثنين 0 اللي هي 0 0 خرج 0 1 1 خرج 0 والنبي قولها لنا تاني. 0 0 خرج الخارج النهائي 0 تمام، و 1 1 خرج الخارج النهائي 0 0 برضه. يبقى هنحسم بقى نحسم الموضوع بنمشي معاها بقى. يلا بقى لازم نمشي نمشي معاها. A 0 و B 0 A 0 و B 0 يبقى اذا انا دخلت على الاكس 0 1 يبقى الاكس دخلها 0 1 تمام 0 1 للاكس تمام كويس. والواي برضه احتمال تخرجها لي 0 1 تمام. هنا بقى طالما دخل اكس 0 1 ممكن يخرج 0 وممكن يخرج 1. شكرا. 0 لو كانت اكس ده هي اند صح، 1 لو كانت الاكس ده هي اور. شكرا. طيب سمح لي تاني تاني دلوقتي دخل على الاكس 0 1 الخارج X بتاع اكس حاجه من 2 يبقى انا نسيت كل حاجه. نسيت مذاكرته طول السنه وركزت في دماغي 3 دقايق. ده انا فاكر امبارح مستر احمد بركه بكلم عزت بكده اقول له لما يكون عندك نط اتدخلت معاك على كده البوابات في كده الدخل يا ابن الحلال 0 1 1 0 مش هتدي مش سيبك فايدة. منها دي سيبك منها اشتغل على الزيرو والزيرو زيرو زيرو او اشتغل على الواحد والواحد ابدا بالزيرو زيرو تمام. اما دخل A 0 وB 0 معناها دخلت على الاكس 1 و0 ودخلت على الواي ايضا 1 و0. يبقى انا عندي بوابتين دخل عليها 1 و0 و1 و0. شكرا. عندي بقى لو خرج لو كانت اكس واي اور تمام هيخرج 1 1 تمام يخرج من اكس 1 وواي 1 بالظبط. لو 1 1 ودخلوا على الزد تمام لازم يخرج 1. شكرا. لكن اللي خرج 0 تمام. يبقى ديت انا عندي 1 و0 خارجين وعنده برضه 1 و0 خارجين تعال روح هناك بقى. لو دخلت 1 1 يخرج 1 لو هي 1 1 لو كانوا الاثنين 1 1 بالظبط ويخرج يخرج 1 لو هي اور او حتى اند يبقى استبعدتها فاضل عندي بقى مين ومين. طب لو دخل 0 0 برضه استبعدتهم يبقى اخد الواحد والزيرو الواحد والزيرو. هنا بقى دخل لي بقى ايه واحد زائد زيرو واحد وزيرو طلع لي زيرو زيرو يبقى زد دقور يبقى 100% زد اور. اكتب لها صعبه جدا لان الزد ديت عرفناها اور ليه. انت قلت دخلها ايه 1 وزيرو تمام. الخارج بتاع الاكس 1 دخلها ايه 1 وزيرو تمام. والثانيه 1 وزيرو 1 وزيرو خرج منها لو كانت اكس واي ان كان هيخرج زيرو صح. يبقى خرج زيرو زيرو على الزد يخرج ايه زيرو زيرو. طب لو كان الخارج 1 وزيرو هنا طلع 1 1 طالما طلع الخارج النهائي زيرو يبقى اور دي اكيد تمام. يبقى زد اكيد اور اكيد زد اور يبقى زد اور يبقى عندي دخل 1 وزيرو 1 وزيرو 1 وزيرو 1 هاخد زيرو زيرو ايوه الناتج طالع زيرو. زيرو انا شاكك شاكك انا شاكك انها اند ولا اور تمام. لو دخل 1 1 هيطلع الخارج 1 برضه انا شاكك انها اند ولا اور يبقى نضطر احسبها بال1 وال0 1 وزيرو نضطر احسبها بال1 وال0 وزيرو 1 وزيرو لو هي اند تطلع 1 وزيرو اند خلاص تطلع زيرو زيرو وصلت وصلت كده. يبقى اذا البوابه زد هي الاسم بتاعها اور طب واكس واي طبعا هنجربهم تاني نجربهم بقى تاني بالزبط. في 1 1 بقى بالظبط ناخد كمان واحد 1 1
1 1 هيدخل للاكس 1 و 0 برضه تمام والواي 1 و 0 تمام لو كان 1 و 0 و 1 و 0 دخلها 1 و 0 و 1 و 0 هيخرج ايه في الحاله ديت 1 1 و 0 لو هي اور هيخرج 1 راح يخرج 1 لكن لو هي اند هيخرج 0 هيخرج 0 والزيرو يدخل للزد هيخرج 0 وفعلا خرج 0 يبقى اتاكدنا ان ديت اكيد اكس واي هي ايه اند تمام بس يبقى اكس اند واي اند زد اور تمام ده من المداخل اللي احنا عرفناها طيب النفس بقى تنعتها تاني نعيد من الاول تاني فيه تاني البوابات ديت دخلها ناخد الزيرو والزيرو والخارج النهائي زيرو هناخدها بقى بالراحه بالراحه ايوه ماشي خدت على زيرو وزيرو زيرو وزيرو ده معناته ان دخل على اكس زيرو واحد زيرو واحد كده زيرو زيرو كده واحد كويس والثانيه برضو دخلها واحد وزيرو تمام اللي هي الواي بالظبط يبقى سواء اند او اور هيخرج لي واحد وزيرو واحد وزيرو تاني دخلهم دخل لي 1 وزيرو على الاكس 1 وزيرو على الواي زيرو على الواي طب حلو هيخرج لي اكيد 1 وزيرو سواء اند او اور الخارج 1 وزيرو لو كان اند كان هيخرج زيرو ولو واي اند هيخرج زيرو تمام لو اور كان هيخرج 1 1 تمام ال1 1 هيدخل على الزد هيخرج 1 لكن هو خرج زيرو زيرو يبقى اكيد اللي دخل على الزد زيرو زيرو بالظبط ده كان داخلها 1 وزيرو تمام يبقى اكيد ال1 وزيرو ديت خرج منها ايه زيرو زيرو يبقى اكيد الاكس اند تمام على طول الاكس اند يس وصل يعني انا عايز اقول لهم الاكس ضرب والاور جمع الاور جمع بالظبط ماشي يبقى لو انت لو حاصل الضرب بتاع الدخل شبه الخارج بتاعك يبقى انت اند انا قصدي كده على طول لو حاصل الجمع شبه الاند شبه الخارج بتاعك يبقى اور النبي تسمح لي بقى لو حاصل الضرب شابه الخارج يبقى انت اند لو حاصل ضرب المدخلات شابه يعني اتفق مع الخارج يبقى انت اند لو حاصل جمع المدخلات اتفق مع الخارج يبقى انت اور اور شكرا يبقى الاند ضرب والاور جمع تمام السؤال الثاني اذكر عامل واحد يتوقف عليه كله من الآن حلو جدا بقى عامل واحد اللي يتوقف عليه الطول الموجي المصاحب لشعاع الكتروني والله الطول الموجي للشعاع الالكتروني ليه قانون حسب معادله دي براولي تمام لمضه بتساوي اتش على ام اف يبقى يتوقف على ايه انت عايز عامل واحد واحد بس تبارك لو انا قلت لك كميه التحرك كمية التحرك صح لو انا قلت لك السرعه صح اي لو واحد لو انا قلت لك الكتله الكتله بيتوقف عليها طول الموج فعلا طبعا ان كميه الاتش ثابت تمام ام في تمام. هي اللي توقف عليها طول تمام. يا اما نقول ام يا اما نقول في يا اما نقول كميه التحرك تمام الله يفتح عليك طيب بعدها داله الشغل داله الشغل المعدن داله الشغل بتتوقف على حاجه واحده نوع ماده السطح فقط لان اسمها داله الشغل لمين لهذا السطح نوع مادة السطح السطح ما فيهاش حاجه غيرها افرض قلت لك بس الورق بس افرض قلت لك بتردد الحرج التردد الحرج ده بيتوقف على مين نوع مادة السطح ودالة الشغل نوع مادة السطح يبقى ما ينفعش غير نوع مادة السطح بس زي الفل ثلاثة الطول الموجي المستمر المستمر الطول الموجي المستمر لأشعة إكس لأشعة إكس الله يفتح هو فيه اثنين طول موجي المميز والمستمر طبعا. أنا بتكلم عن المستمر أنا فاكر ده إيه قانون سي على إيه في يبقى طول الموجي بتوقف المستمر حسب إيه بالزبط. الجهد الكهربي حسب جهد المصعد أو فرق الجهد بين الكاثود والأنود في أنبوبة كولج لتوليد الأشعة السينية تمام. توقف على فرق الجهد تمام هات لي أربعة بقى مقاومة موصل وسكت مش مشكلة مقاومة موصل وسكت كلمة المقاومة دي هي بسيطة بس عايزين نوضح لا على فكرة ما أنا بقول كلمة حق كلمة موصل بقى قول اللي انت عايز توضحها مقاومة موصل وسكت ما قالش عند سكوت حاجة خلاص يبقى أربع عوامل ودايما الطالب بيكتب لما يقولك المقاومة توقف على نوع المادة والطول والمساحة ويسكت لا ده انت واخد فيزياء التبريد وعارف ان المقاومه تتوقف على درجه الحراره بالظبط يبقى مقاومه طبعا رفع الدرجه بيزود مين المقاومه لو رفعنا درجه الحراره للمواد الموصله تزيد المقاومه تزيد المقاومه اما المواد شبه الموصله دي حاجه تانية بالزبط. بتقل تمام. هنا موصل هو بيتكلم موصل يبقى نقول له الاربع عوامل
ممكن منها طول الموصل، طول الموصل او طبعا مساحة المقطع، ايوه نوع مادة الموصل، درجة الحرارة، بس درجة الحل الحرارة. اذكر عامل واحد فقط فانا كتبت طول الموصل. طب معامل الحس المتبادل، معامل الحس المتبادل ملفين. هنا معامل الحس المتبادل بين ملفين يتوقف على ايه؟ انا اعرف المسافة بين الملفين، المسافة بين الملفين، عدد لفات، ان حجم الملفين وعدد اللفات، وعدد لفات الملفين. اي حاجة تقولها في الحس المتبادل الملفين بيقول للاثنين، مساحة الملفين، نوع مادة القلب، القلب الملفوف حوالين الملفين، للملفين. يعني انت عايزك، يعني انت عايزني نكتب الملفين، 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 الملفين قدامهم، هم عمرهم ما هينسوا بقى. يبقى كلمة معامل الحس المتبادل بين ملفين يتوقف على حاجات خاصة بالملفين. عشان انا فاهمك، يعني لو جات ورحت كاتب حجم الملف وسكت، لا مال، ده حس متبادل بين ملفين، حس متبادل بين ملفين يتوقف على نفاذية الوسط للملفين، عدد لفات الملفين، مساحة الملفين، المسافة بين المسافة بين الملفين. زي الفل. طب طب قدام هات لي بقى قفدر كاف العظمى كده في ملف الدينامو، قفدر كاف العظمى في الدينامو لما يقول لي عوامل توقف على قوة دفع العظمى، اكتب القانون ام اف ماكسيمم بتساوي ان بي ايه اوميجا. الله، يبقى انت كتبت البي تتوقف على كثافه الفيض، الفيض عدد اللفات، مساحه وجه الملف، السرعه الزاويه. طب افرض انا قلت التردد وماله؟ خلاص ما انا ممكن نعمل لك ان بي اي 2 باي اف، يبقى التردد. او لو قلت راي سرعه الدوران، سرعه الدوران صح، سرعه الدوران ماشي. هنا في الدينامو سرعة الدوران يعني التردد، بيدور يعني بسرعة كذا دور. يعني قصدك سرعة الدوران دي معناها سرعة التردد، دوران الملف يا أخي، مش غير السرعة الخطية. الله يرضى عليك. طب استنى بقى، عاوز نقول السرعات بقى، هي قول السرعات بقى، في حاجة اسمها سرعة الزاوية، السرعة الزاوية وسرعة الدوران والسرعة الخطية. طب طيب، طب انت حسبني كده، وضح لنا بقى، في بتساوي اوميجا ار، اوميجا ار، يبقى علاقه السرعه الخطيه بالسرعه الزاويه. ايوه ايوه، السرعه في السرعه الخطيه، كويس، اوميجا السرعه الزاويه، ار نصف القطر، نص ايه القطر بالنسبه للملف، القطر في المساله دي ايوه يمثل نص عرض الملف، اهم حاجه، الله ينور، نص عرض الملف اهو. تعرف ليه يا حاج احمد؟ عشان الدينامو بيدور حول محور موازن طوله، فبيعمل مسار، بيعمل دايره نص قطرها نص العرض، نص عرض الملف، كويس جدا. والراجل بيجي كده بيعمل لي بقى سرعه زاويه، على فكره بيعمل لي زاويه، زاويه نصف قطريه، زاويه يعني نصف قطريه. طيب سرعه زاويه، طب يعني كان اوميجا ده بيساوي في على ار، في على ار، تمام. وفي السرعه الخطيه طبعا اللي هي طبعا سرعة، وفي سرعه الدوران اللي هي بيدور كذا دوره كل ثانيه. سرعه الدوران يعني التردد، عدد الدورات اللي يعملها في الثانيه، يقول لك بيدور بسرعه 1200 دوره في الدقيقه. يعني يعني لو جات لي مساله وقال لي احسب سرعه الدوران، معناه نجيب له التردد، سرعه الدوران يعني عاوز التردد. خلي بالكم، فاكرين مهمه جدا فاكرين الالفاظ، ثلاث سرعات موجودين في الدينامو. لو جالكم في المساله اخر السنه احسب سرعه الدوران، معناته هات التردد، التردد وتمييزه ذبذبه كل ثانيه او هرتز، او هرتز. والمستر احمد بيقول لك في المنهج بتاعك انت عندك ثلاث سرعات، في وفي فرق بين بقى السرعات، فرق سرعات، في السرعه الخطيه، ولو اعطالك في المسألة يبقى انت حتجيب منها مين؟ السرعة الزاوية. تمام. طب بسرعة بقى، اولا ناخد به، اذكر القاعدة المستخدمة لتحديد اتجاه كل ما يأتي. طيب، الفيض المغناطيسي الناتج عن مرور تيار في سلك مستقيم يحمل تيار، ابهام اليد اليمنى لأمبير، يبقى قاعدة اليد اليمنى الأمبير. تمام. طيب التيار المستحس المتولد في سلك يتحرك عمودي على مجال مغناطيسي منتظم، قاعد القاعدة اللي بحاجة تجاه التيار المستحس، قاعد فيلمنج اليد اليمنى، لان ده تيار مستحس في مين؟ في سلك. تمام. قاعد فيلمنج اليد، واحنا خدنا اللينز انت قلتها لملف بالظبط، وايه اللي جاه؟ طيب التيار المستحس المتولد في ملف يقطعه مجال مغناطيسي منتظم، اي دي بقى قاعدة لينز، قاعدة لينز. طيب يبقى جبنا الاثنين جنب بعض، لينز وفيلم جاد الايه اليمنى، دول الاثنين بيحددوا التيار ده بسلك وده ابهام. طب في عجاله ناخده بقى الرسومات البيانيه دي. طيب الرسم البياني عاوز ما يساويه الميل والعلاقه الرياضيه، ارسم لنا اول واحد بين اي في اي على ال، في في اي على ال، قاعد الورقه بس كده عشان تبان، ايوه يجيبوها لي بس، او غير الورقه خالص عشان نجيبها له، يجيبوها لي وانا اشوفها كده في عجاله اهو. اي محور راسي
وفي ايه على ال على المحور في فرق جهد ايه المساحه ال تمام. انا عاوز القانون اللي يربط لي الثلاثه دول مع بعض سهله مع الاي وعندك الاي وعندك الاي الطاقه والنيو التردد تحطهم قدامهم الثلاثه بص على الورقه بس اظبط لها الورقه وعندي بقى هنا الفي ايوه ايوه وعندي هنا بقى الفي الفي اهي ايوه وعندي الاي اهي وعلاقه بالشكل ده تمام ثلاث رسومات انا عاوز الاولاني نشوف القانون والميل انا بحب القانون ده اي في اي على رؤي ال الله يعني اي بيساوي في على ار الفي سبتها الار تحت رو اي على ال تمام واحد على رؤي التوصيله الكهربيه وحده قياس سيمون متر سالب مظبوط يبقى واحد على رؤي اللي هو ايه سيجما تمام طيب الثانية إيه؟ بقى اي والتردد الاسلوب الاسلوب اللي هو ايه ثابت بلانك كويس اخر واحدة علاقة بين الفي تمام. والاي هنا كون في في بي ناقص اي ار اسمه ايوه ده القانون بتاعها عشان الفي والاي علاقة بينه علاقة عكسية دي بتاعة قانون اوم للدائرة ارسمول ايوه ارسمول فينا مشكلة كده لا كده تمام ايوه يبقى احنا رسمنا كده العلاقات بينه وزي نجيب منها بس انا حاسس حضرتك في بتساوي اي ار في بتساوي اي رؤي ال على ايه اضرب طرفين بقى في اي ايوه بتساوي اي رؤي ال يا ريتهم يعرفوا القانون ده ده ضروري ضروري لازم جدا لازم يعرف القانون ده عشان في يجيب منه اي رؤي ال على إيه؟ ممكن يجيب منه اللي هو عايزه يجيب منه اللي هو واي حاجه تتحط على المحور الراسي بيجيبها في ناحيه لوحدها قبل علامه التساوي عشان لما يجيب الميل يقسم الصاد على السين بالظبط فانت قلت لي اي اهي طلعت في اي على رؤي ال القانون اللي انا كتبته الاول ماشي كده تمام تمام يا ريس احنا كده نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقه والى اللقاء ابنائنا الطلبه لاستكمال المراجعه النهائيه ليله الامتحان في حلقه قادمه في اخر الحلقه نشكر الاستاذ الكبير الاستاذ عزت واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته